قدمت لفتاة للزواج بها، كن صادقا ولا تدلس ولا تغش ما فيك من عيوب، اذكر كذلك محاسنك إن شئت، لا تكذب ولا تدلس. وكذلك المخطوبة وأهلها يبينون إن كانت مريضة أو سقيمة أو بها عيب من عقم أو غيره. إن تمت المصارحة أدام الله المعيشة بينهما، أدام الله المعيشة بينهما على خير. أما إذا بنيت الزيجات على كذب وغش وخداع وتضليل، إن هذا يسخط الله عز وجل، ومن ثم يعرض البيت للفشل، يعرض البيت للدمار. أذكر أثرا في هذا الصدد، إن كان في سنده مقال يسير، أن أخا لبلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه أتاه وقال: يا بلال، أريد أن تشفع لي في الزواج عند آل فلان. فأخو بلال كان بخلقه شيء، قال: أنت تعلم أن خلقك ليس بذاك الكريم، قال: اشفع لي. ذهب بلال وقال: أيها القوم، أنا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي من الله علي بالعتق والإيمان، أخي هذا طلب مني الشفاعة لديكم ليتزوج بابنتكم وهو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قالوا: نزوجه من أجل بلال. بين بلال لم يمنع البيان من تنفيذ مقدور قدره الله سبحانه وتعالى. صدقك.